قرار هام من موسيماني بعد الفوز على المقاولون العرب ومفاجأة عن كهرباء والشحات. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد في قناة أخبار عاجلة. عبر الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي عن سعادته عقب فوز فريقه اليوم على المقاولون العرب بهدف دون رد، وقال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: المباراة كانت صعبة لان الفريق الذي واجهناه كان خطيرا في الدفاع والهجمات المرتدة. شاهدنا مباراة المقاولون العرب امام الاهلي في مباراة الذهاب، والسرعة هي نقطة القوة لديهم، وقمنا بتحليل اداء المقاولون. سيطرنا على المباراة طول الوقت ولم نخلق الكثير من الفرص في الشوط الأول، ولكن تحكمنا في اللعب. في الشوط الثاني أتيحت لنا فرصة للتسجيل، ولكن للأسف لم نتمكن من التسجيل. أعلم جيدا بأن هناك الكثير من العمل ينتظرنا، وتحديدا في الناحية الدفاعية. أشركت كهربا في المباراة وأخرجت قبل النهاية بدقائق قليلة لأنه فقد اللياقة البدنية، ولكن أفشى لاعب مهم بالنسبة لنا هو وحمدي فتحي. أحمد فتحي لعب في مركز الظهير الأيسر وبخبراته قدم مباراة مميزة، وكنت قلقا من أيمن أشرف خاصة وأن كاحل قدمه حدث له بعض الآلام. أتمنى ألا تكون إصابة محمد الشناوي كبيرة، وأنا سعيد بالمستوى الذي قدمناه. حسين الشحات يحتاج شغل بدني. علينا العمل على تطوير الناحية البدنية للاعبين، وسأرى ما هو سبب وراء نزول المستوى البدني للاعبين، رغم أنه من المفترض أن يكون مميز للغاية في هذه الفترة، ولست راضيا على مستواهم البدني. وعن إصابة محمد الشناوي قال: سيجري أشعة وستحدد حجم الإصابة، ونتمنى أن تكون خفيفة، وفي خلال 3 أيام نتمنى أن يتعافى ويعود مرة أخرى للمشاركة. الفريق به عدد كبير من اللاعبين المصابين. وعن توليه مهم التدريب الأهلي قال موسيماني: فرصة كبيرة لي أن أكون أول مدرب إفريقي يتولى تدريب النادي الأهلي، وهو شرف كبير لي، وهو نادي كبير ونادي القرن. ثم قال: ندرس منح بعض اللاعبين راحة في المباريات المقبلة خوفا من تعرضهم للإصابات أو الإجهاد قبل مواجهة الوداد المغربي. والأهلي حسم الدوري، والأهم الآن هو بطولة دوري أبطال إفريقيا. ثم اختتم موسيماني حديثه بالرد حول استقراره على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الوداد المغربي، ثم قال: لا، هناك مباراتين قبل مواجهة الوداد، ولن أحدد التشكيل قبل خوضهما. كانت هذه أبرز تصريحات موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي والمقاولون العرب. ومن جانبه أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سوف يتجه إلى المغرب يوم 13 أكتوبر الجاري استعدادا لمواجهة الوداد المغربي، والمقرر إقامتها يوم 17 من شهر أكتوبر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وأوضح مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه تحدث مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني للترتيب لرحلة الفريق إلى المغرب، وتم الاستقرار على السفر يوم 13 من الشهر الجاري لملاقات الوداد، على أن تكون العودة في اليوم التالي للمباراة. ومن المقرر أن يترأس بعثة النادي الأهلي المتجه إلى كازابلانكا محمود الخطيب لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني وتوفير كافة سبل الراحة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. وفي النهاية شكرا لك عزيزي المشاهد، يا ريت لو عجبك الفيديو تضغط لايك، أما لو كنت بتشاهد قناتنا لأول مرة اشترك معنا في القناة وفعل خاصية الجرس لتصلك إشعارات بكل فيديوهاتنا الجديدة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.